تواصل مباشر كاين بشرط. راه جيب شي ورقه بان راك دير الساعات الاضافيه هنا. ما انه هنا كنخرج واحد الفرص، ما انه كاين الاحتمال ديال المنظمات العالميه اللي تقدر تكون كذلك استدانه مفرطه. حقيقة هذه الدراسة هي دراسة الأولى في المغرب اللي قامت بها منظمة ديال حماية المستهلك. المعروف هو أنه المغرب الحمد لله متوفرين فيه الدراسات، ولكن في هذا النوع ديال هذه الدراسات كنظنوا بأنه كنفتقروا ليهم. هي دراسة وطنية اللي غادي تعطينا واحد النظرة عامة على المستهلك المغربي والاستدانة. الاستدانة كنعرفوا فيها بأنها كاين الاستدانة وكاين الاستدانة المفرطة. فهذه الاستدانة المفرطة اللي حنا كنحاولوا ما أمكن أنه المستهلك المغربي ما يوصلش لها. فبالتالي باش يمكن لنا نعرفوا كيفاش يمكن هذا المستهلك المغربي ما يوصلش للاستدانة المفرطة، كان لازم علينا أننا نديروا دراسة على الأرض ونعرفوا أشنو واقع في هذا الشيء هذا. فحقيقة درنا دراسة وعطتنا معطيات، عطتنا مخرجات ديال هذا، عطتنا معطيات هذه اللي على المخرجات ديالها يمكن لنا أننا نقوموا بتصحيح بعض المسارات. من بين الأمور اللي هي كننتظروا من هذه الدراسه هذه ومن المخرجات ديالها هي اننا المعطيات الاخيره غتعطينا باش يمكن لنا اننا نعطيو النصح والارشاد والتوعيه للمستهلك، وكذلك كنمكنوه على من خلال واحد التطبيق اللي هو منزل في الموقع ديال الجامعه الوطنيه انه يلجا ليه ويقوم باعطاء جميع المعطيات ديال كذلك باش يعطيه هاد التطبيق هذا، يعطيه واش هو يمكن ليه انه يقدر على انه ياخذ واحد القرض او لما ياخذش هذاك القرض. وهذا مهم جدا لانه المغربي حاليا ملي كيمشي وكيتوجه باش ياخذ القرض، الفكره الاولى اللي عنده هو انه ياخذ القرض وسلام، ولكن ما كيعطيش واحد الاعتبار او لما كيحسبش اشنا هما المشاكل اللي غادي يقدر يوقع فيهم. إذن بالتالي هنايا جاء الوقت باش نعرفوا بانه المستهلك المغربي راه قبل ما يمشي لهذا القرض هذا ولا بدا انه يعرف شنا هو لي زونكاجمون ديالو، شنا هما الامور اللي هو خصو يتحملها، وشنا هو كذلك انه في البعد ديال النظر ديالو واش يقدر ياخذ هذا القرض او لا. كنظن بانه هذا غادي يساعد المستهلك المغربي على انه ياخذ القرارات ديالو اللازمه بكل وعي وبكل علم على المعلومات اللي هي خاصها تكون عنده. وبالتالي كذلك كانت هناك دراسه اللي هي دراسه محايده اللي ما عندها حتى شي علاقه لا بالقطاع المهني ولا بالقطاع السياسي، مادام اننا حنايا منظمه غير سياسيه وكذلك منظمه لا تنتمي للقطاع ديال المهنيين. بالنسبه للشركات ولا المهنيين ديال شركه التمويل، وبالنسبه كذلك المهنيين ديال الابناك، وبالنسبه حتى بالنسبه للبنك المغرب، حنايا وجهنا لهم الدعوه باش يكونوا حاضرين معنا اليوم على اساس انهم كذلك هما قطاع معني، ولكن مع الاسف الشديد كنظن بانه راه ما لبوش الدعوه وما جاوش شيء، الا ان هناك المؤسسه اللي هي لا فونداسيون ديال فينونسيير، ولا هي اللي هي كنظن كان هي اللي حاضره معنا واللي كنوجهوا لها كذلك الشكر لانها كذلك بغات تجي معنا، وعندنا عمل مشترك ان شاء الله بيننا وبين هذه المؤسسه هذه.